السلام عليكم. بهذا الفيديو إن شاء الله ننقل معكم تجربة إحدى الأخوات، تجربتها بالانتقال من مذهب إلى دين محمد وآل محمد. كلمة جدا جدا مهمة تكلمت بها الأخت لفتت نظري. تقول الأخت: أنا أحب القراءة، وبكل بساطة الشخص الذي يقرأ والذي لديه اطلاع على الكتب فمصيره الحتمي هو التشيع، لأن عدو الشيعة والتشيع وانتشار التشيع هو فقط الجهل. فإذا كان الشخص لديه بعض المرونة بقراءة كتب مخالفة لديه، وأيضا نقد بعض التراث الذي يوجد في كتبه، بالتالي هذا الشخص كما قلت مصيره التشيع. هذه الأخت من الحماس وأيضا من الصدمة لم تتمالك نفسها، وأيضا لم تسيطر عليها هذه الأخت الفاضلة من شدة الصدمة والحماس، لم تسيطر على نفسها لدرجة الحاج وعد طلب منها طلب شخصي أنه تكون بهدوء تام، وبعدها تروي قصة انتقالها إلى دين محمد وآل محمد. نترككم مع هذه القصة العظيمة، كيف لا والشخص يهتدي لنور محمد وآل محمد، وفي أمان الله. نخوض في هذا الموضوع، تفضل أخونا من ألمانيا. ألو، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد أحببت أتصل وأبارك لكم جهودكم وأثني عليكم، مع أنه ثنائي ليس بالشيء الكبير، فأنتم سأسميكم خدام أهل البيت رحم الله، وهنيئا لكم. رحم الله والديكم. أنا أتابع يوميا برنامجكم مع زوجي الحمد لله، واستفدت كثيرا خاصة من الشيخ الأستاذ أحمد الإمامي الذي أتابع محاضراته، وأريد أن أشكر السيد ميثم الموسوي أيضا، وأشكرك الشكر الكبير لجهودك الجبارة ولصبرك الجميل. الله يبارك فيك. أريد أن أروي لك قصة تشيعي. الله أكبر، أنت متشيعة؟ الحمد لله رب العالمين. يا الله. من حوالي 10 أشهر، 9 أشهر، 10 أشهر. يا الله. وأحببت أن أسمي الأخ. بس لحظة لحظة لحظة، أولا أريد تصلين على محمد وآل محمد. الله على محمد وعلى آل محمد. اهدئي وروينا، لأنه أنا أشعر أنه أنت شوية مرتبكة. اهدئي صلى على محمد وآل محمد، وإحنا اللهم صل على محمد. وشرف لي كبير أنه أسمع صوتكم، وبالبداية حتى أنا أتيح لك مجال، في البداية أنا أرحب بزوجك الكريم، أسأل الله أن يوفقكم كعائلة كريمة، وإحنا يسرنا أنه نسمع هذا الأمر بهدوء. إنسانة ركبت سفينة النجاة، استبصرت، عرفت محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، بداية المراحل، التأثيرات التي أثرت، أهم نقطة، نقطة البداية، بعد ذلك ما الذي صنع التشيع؟ هذه بهدوء وبارك الله بكم، تفضل. في الحقيقة مضيت سنواتي منذ كان عمري 12 سنة أحب الكتب وأحب العلم، مع أنها ليست من عمري، يعني الكتب التي كنت أقرأها كانت لعلماء كبار، ليست من سني يعني بصراحة. عندما كنت أستعيرها لأن الحالة كانت لا تسمح لي ماديا أن أشتريها، فكنت أستعيرها من شيخ إمام يدرس في الأزهر. فكان أول مرة سألته، كان يستهزئ نوعا ما، معقول بدك أنه تقرأ هيك كتب؟ ما لعمرك. وأنا أترجمت أرجو حتى فقط يعني أستطيع أن أقرأ. المهم
مضيت سنوات وأنا أقرأ كتب أدبية وتاريخية ودينية على يعني بعد فترة، وصرت أسمع لخطباء كبار على أساس علماء السنة الكبار صاحبي الأمانة كما يقال. سنين مضت وأنا اشتغلت أو عملت في مجال الدعوة لتقريبا 6 أو 7 سنوات للنساء طبعا، وهذا في ألمانيا أتكلم يعني صوت الدعوة، وأحاول أن أهدي النساء والبنات ومن خلال مثلا دروس أعطيها عن الفقه والصلاة والأمور يعني. المهم سبحان الله ابتعدت فترة طويلة جدا حتى التقيت بشاب عراقي يعيش حديثا في ألمانيا، هو من جنوب العراق من النصرية. نعم. وأنا كنت بصراحة أرفض الزواج مرة ثانية، كنت أربي أولادي ولكن كبروا والحمد لله، وسبحان الله رأيت فيه الأخلاق الحميدة فقلت أوكي أتوكل على الله يعني، مع أن فترة تعرفنا كانت حوالي ممكن بس شهرين. فأنا عرفت أنه شيعي، علمت بأنه شيعي وأن أهلي وإخوتي والجميع سيرفض، ولكن بصراحة لا أدري شيء ما جذبني، ولا وكان بصراحة ما همني الأمر نهائيا، ولا دققت بالنسبة إلى سني أو شيعي يعني. عندما تزوجنا بدأت الحوارات، فمن ضمن الحوارات أول حوار كان مثلا عن مظلومية الحسين، فسرد لي قصة الطف وهيك يعني، فقال لي يعني ألا تعلمين بها الأمور؟ قلت له ما سمعت عنها نهائيا ولا أعلم بها. فسألني عن قصة فدك ومظلومية فاطمة الزهراء عليه السلام، قلت له ما أعلم بها ولا ما سمعت بها، وأنا كنت من الذين يمضون ليلهم بسماع الخطب وقراءة الكتب وقراءة القرآن، ولكن للأسف كنت بصير يعني عندي بصر قوي جدا ولكن يعني عمياء البصيرة. المهم يعني مع الوقت كل يوم تقريبا كل يوم بدأنا بالحوارات. فهم يعني هلأ رح أحكي بالعامي بصراحة لحتى يخد يحتي أكتر. تفضل. فحسيت حالي إنساني يعني أنا كنت يعني وحدة مثل لا بقى مسلمة ولا بقى كافرة بصراحة. لما عرفت هالحقائق، عرفت قصة فتك، عرفت مظلومية الحسين عليه السلام، عرفت حق الإيمان وحق الخلافة إنه هدم، عرفت الهجوم على فاطمة الزهراء وعلى بيتها بأبي هي وأمي، سبحان الله يعني بت مضعضعة، صرت مضعضعة محتارة متلكم لا يعني ما بقدر نام بالليل من الحيرة. وصرت أسأل طبعا، هو يعني يجيب لي أدلة من الكتب يعني يفرجيني من عبارات ومحاضرات، ومنها أيضا محاضرات يعني للأحمد الإمامي وسيد كمال الحيدري العلامة يعني لعلماء كبار، ولكن كلها مع إثباتات تناقض ما هو في البخاري ومسلم بصراحة يعني، لأنه التفسير اللي بالبخاري ومسلم عن الروايات اللي هي بالحقيقة تدينهم يعني نحن كمستمعين كنا نصدق كل شيء نسمعه، كنا فقط نسمع ولا نقرأ ولا نسأل، فإنما سؤالنا كان كفر بالنسبة لشيوخنا. فبعد ما حضرت يعني مسلسل عن الطاف، وحضرت كمان هيك يعني قرأت كام رواية وتفاسير وإلى آخره، يعني بحكي لك أنا بعد تقريبا حوالي تقريبا شي سنة، والله كان أبواب رمضان أو في رمضان بالأحرى. فسبحان الله أنا مترددة كتير يعني شو أعمل، أنا شو أعمل هلأ يعني، حس حالي ماني مسلمة، هذا منه إسلام اللي كنا عايشينه، يلي ما بيتبع أهل البيت خلاص ما تبع محمد، اللي ما بيتبع محمد ليس له من الإسلام شيئا.
ف محتارة برمضان يعني الحمد لله كنت صلي وهيك فصليت ونمت فرأيت رؤية غيرت غيرت حياتي وقلبت حياتي رأسا على عقب. فسبحان الله يعني شفت حالي كأني مع جيش بنت الأيام قديم أبيض وأسود كله يعني مش بالألوان ما بعرف كيف هيك براسي فأنه أنا وراء الجيش وبنصف الجيش الرسول محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام صلى على محمد وآل محمد. فهون الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام رفع إيده شفت إيده تقريبا لنص للكوع وهو ينادي هل من ناصر هل من ناصر. فأنا رحت قال بدي جيب له مناصرين روح القبائل جيب له إن كان مال ولا جياد ولا سلاح ولا رجال ولا أي شيء المهم إنه بدي ناصره. وسبحان الله بعد ما صحيت حكيت لزوج الرؤية يعني قال لي كلمة سبحان الله أثرت فيني كتير يعني قال لي بتعرفي مين قال هالكلمة هل من ناصر ينصرني هل من ناصر ينصرني قلت له مين قال لي الحسين عليه السلام في الطف تعالى قال لك فرجوني مقطع يعني بالحرف الواحد شو حكى مشان يلقي عليهم الحجة. فهون خلص قلت يعني ما بقى بده يعني ما لسه ما بده تفكير مع انه طولت السرجات شوي ولكن لسه كان بدي اتعمق ويعني يكون انا مش 100% متأكدة من نفسي ولكن 1000% لانه هو كمان قال لي يعني انت التشيع مش انه شيء سهل تفكري خلاص انا تشيعت وخلاص لا لازم تكوني ثابتة على القول والعمل حتى ممكن انا بدي اتوقع اهلي يتبروا مني اخواتي يتبروا مني اصدقائي يعني حتى انا لما تصور انا لما تزوجت كان اول كلمة يقولوا لي لا لا بكره لا تتشيعي انتبهي ها يعني انا ما اخذ وقتي بالحكي يعني شو عم يحكوا هدول. سبحان الله والحمد لله بعد ما ركبت سفينة النجاة مثل بيقولوا اول شيء اتهمت يعني مرة اتصلت هيك على برنامج واعلنت تشيعي في البرنامج فتهمت فورا بالكذب انه هيدي وحدة هي شيعية وعاملة حالة سنية وعم تام كيف الاخ مبارح وهنيئا له وهنيئا له وهنيئا له وأبارك له انه سيتهم بالكذب سيتهم بشغل بأشياء كثيرة. ابو معاوية اللي امس اعلنت نعم يعني على فكرة انا سبحان الله مبارح اذا بدك هلا ببعت لك سكرين شوت 961 مرة متصلة فيك والله 961 مرة. أنا آسف لأن كثرة الهواتف سامحيني على حالة. لا ما بعتب ما بعتب أبدا بالعكس ولكن حبيت لك لأنه عندي اهتمام فعلا أنا أتكلم مع هيك ناس يعني فهمانين وكبار مثلكم وخلي كمان يعني مش ما بدي أقول إنه تزيد ثقة بنفسه أو بالبرنامج بالعكس يعني أنا ماني شيء ومن مين أنا يعني لحتى لكم والله بس أنا حب عن جد أشكركم على هالبرنامج وحب أحكي لكم بنفس الوقت وبنفس الوقت أنا كتبت شعر فأنا يعني من الصغر الحمد لله أكتب شعر فسبحان الله لما سمعت بمعركة الطف أثر فيني أبا الفضل العباس عليه السلام سلام الله عليه كشخصية كإخلاص يعني ما في ما بدي أقول عنه الإخلاص لأنه هو الإخلاص بذاته بصراحة يعني ما حدا بيعمل اللي هو عمله. فحبيت أقرأ عليكم الشعر إذا في مجال. تفضلي تفضلي بكل سرور. تسلم. وطبعا هذا الشعر بعد ما قريت الرؤية لأنه أنا لما بتسمع الشعر رح كون ذاكرة أنا على الرسول عليه وعلى. طيب الشيخ البلعاسي الآن رح نكون معك شيخنا البلعاسي والأخ أبو علي والأخوان إلى أن تكمل الأخت بارك الله بك تفضلي أختنا. يلا أبا الفضل العباسي من تكون ما سمعت عنك من خبر ولا عن حسين مظلوم ولا عن زينب جبل الصبر
ما سمعت عن أياديك المتقطعة التي أبت للشرب رغم الظمأ عند النهر، ولا بسهم دخل عينا على راحة إخوتها تسهر، ولا بالحسين المظلوم الطاهر المطهر المذبوح بأمر من يزيد من النحر بيد الشمر، وتلي زينب وعثرتها عند الهرولة تجاه أخيها وغطخانها النظر، جثة عارية ورأس عن الجسد قد انفطر، وخيل تدوس بحوافرها وتسحق الضلوع في الصدر. لم أسمع برماح حملت على رؤوسها رؤوسا سيخلد أسماءها التاريخ والقدر، من أنوارها اختفت الشمس في السماء الباكية الدامية والقمر. لم أسمع بسبايا آل البيت ولا الرضيع الضمآن ولا رقية ولا سكينة ولا علي الأكبر، وأم البنين التي تنتظر ولدها على أحر من الجمر، ونارا في خيام نساء لسن كنساء البشر، هم من حياء عباءاتهن الطهر قد تطهر، فأصبحن أسيرات الظلم والحقد في قلوب سوداء بمعصيتها تفتخر، رؤوس على رماح تشيع نورا لا يراه أي بصر، وتكالبت الأيادي الموالية لمربي القردة وشارب الخمر. عذرا آل محمد، عذرا يا آل خير البرية والبشر، لا بل عذرا محمدا يا فخر بربيعة ومضر، قد تواميت عن السمع والقراءة وعمي مني الفؤاد والبصر، رأيتك في منامي ترفع يدا وتنادي هل من ينصر، وها أنا أشهدك يا شفيعي أني براء ممن ظلم أهل بيتك ومن أبي بكر وعمر، فاجمعني يا رب وآل البيت مع شفيعنا على نار الكوثر، وصلى الله على محمد وعلى آله طيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. هنيئا لكم أختي الكريمة، وبارك الله بكم، وجعلكم الله من الأصوات التي تجمع بين المسلمين سنة وشيعا في تحت لواء محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. شكرا لكم وبارك الله بكم، والله يوفقكم. أريد فقط أن أقول لك أنني ذهبت من حوالي 10 يعني بعد تشيع مباشرة، ذهبت إلى كربلاء وزرت الحسين وزرت أبا الفضل العباس عليه السلام، سلام الله، وزرت الإمام علي، وكانت معاملة يعني تفوق الوصف، وبكثت يعني عن جد قعدت بالساعات بالساعات ما حسيت بالوقت، وألقيت الشعر كمان بحضرة أبا الفضل العباس عليه السلام. رحم الله والديك، جزاكم الله خير الجزاء، الله يرحمه، وجزاكم خير الجزاء، ولك مثل ذلك ولكم مثل ذلك إن شاء الله. الله يبارك فيكم، رحم الله والديكم، جزاكم الله خير، شكرا لكم أختنا، شكرا. أنا اللي لازم أشكركم، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانت معنا الأخت تروي قصة استبصاري، تفضل يا